بسم الله الرحمن الرحيم، وفق كل ذي علم عليم. صدق الله العظيم. مشاهدينا متابعي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم بلدنا الحلوة. النهاردة هنتكلم في حاجات كتير جدا تفيدكم برضو زي ما عودناكم وزي ما انتوا طلبتوا مننا وزي ما عودناكم. هنتكلم النهاردة عن العلم والجهل، هنفيدكم في حاجات كتير قوي النهاردة وهتستفادوا معانا. لكن كمان اسمحوا لي اولا ارحب بزميلي وصديقي العزيز محمد انور. اهلا بك يا محمد. اهلا وسهلا ربيع، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين، اهلا وسهلا بحضراتكم. وان شاء الله نتكلم النهارده عن موضوع العلم، والعلم بيبني اوطانا والجهل بيهدم اوطانا. هنتكلم على العلم بكل نواحيه وكل جوانبه. وفي البدايه طبعا عايزين نعرف يعني ايه العلم. العلم معناه مش معناه القراءه والكتابه، لا، العلم معناه المعرفه والثقافه. وربنا سبحانه وتعالى جعل العلم الكامل لذاته سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى العلم بتاعه ده ما بيدهوش لاي حد، يعني بيديه الناس يعني ناس معينه، وحتى الانبياء ذات نفسهم في كل نبي كان ليه علم مخصص ليه وكان ليه معجزه مخصصه ليه دون غيره من الانبياء. طبعا في بدايه الخليقه ربنا سبحانه وتعالى ادى سيدنا ادم علم مش موجود ولا عند الملائكه ولا عند الجن، الا وهو علم الاسماء، وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضها على الملائكه. الملائكة قالوا له سبحانك ربنا، يعني احنا ما نعرفش العلم اللي غير اللي انت بتعلمه لنا، احنا يعني علمنا محدود لحد معين. فالعلم علم الاشياء هو علم الاسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه لسيدنا ادم، هو علم الاشياء، هو علم مثلا ده اسمه ايه، البني ادم اسمه ايه، الحيوان، الجماد، هو ده علم الاشياء اللي علمه سيدنا ادم عليه السلام. وطبعا في علوم تانية علمها مثلا يعني للذكر وليس الحصر لبعض الانبياء، يعني مثلا سيدنا موسى عليه السلام ربنا اداله علم ان هو يبقى اقوى من الصحراء، علم ان هو يمسك العصايه يرميها فتطلع ثعبانا مبينا وتاكل كل اللي هم، يعني هو مخيل ليهم ان هو سحر، ان هم عندهم معرفه، انما هو ما عندهمش معرفه. سيدنا موسى عليه السلام لما رمى العصايه وطلعت ثعبان، هو ذات نفسه كان خايف، والصحراء سجدوا لربنا سبحانه وتعالى بسبب هذا المعرفه اللي هم ما عرفوهاش ولا يوصلوا لها. وبرضه في علم تاني، علم احياء الموتى، ربنا سبحانه وتعالى علم احياء الموتى دوت خاص بيه ثلاث انبياء. اول نبي هو سيدنا ابراهيم عليه السلام، القصه لما قال له خذ اربعه من الطير وقطعهم ودع كل، يعني لخبط الاجزاء وخلي كل جزء يعني مثلا رجل الطائر دوت مع جناح الطائر دوت لخبطهم وحط كل جزء على جبل مختلف عن التاني ونادى عليهم هيجوا لك سعيا. وده اللي حصل لما سيدنا ابراهيم يعني كان سعى ربنا سبحانه وتعالى وكان لسه عنده الايمان يعني في شبهه يعني، فمن بعد ما ربنا سبحانه وتعالى خلاه وصل له علم الاحياء الموتى ونادى على الطائر ده وجوله، فده علم برضه مش موجود عند حد. هذا العلم برضه اداه سيدنا موسى عليه السلام في قصه البقره، اللي هو الشخص اللي توفى قتل وما كانش يعرفوا مين اللي قتله، فطبعا احتاروا بني اسرائيل ووصلوا لسيدنا موسى فقال لهم اذبحوا البقره، الى قصه البقره طبعا صفراء لونها الى اخره، الى ان وجدوا البقره وفعلا ذبحوها وخد بعضها اللي هو بيقال الجلد بتاعها وضرب بيه الميت وصحي وقال قد قتلني فلان. وبرده نفس العلم ونفس المعجزه ربنا سبحانه وتعالى ادها لسيدنا عيسى وهي احياء الموتى، وغيره وغيره من المعجزات ومن العلم الذي يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه لبعض الانبياء. يعني مثلا سيدنا موسى، سيدنا يوسف عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى اداله علم تاويل الرؤى والاحلام، وقبلها سيدنا يعقوب برده. سيدنا يعقوب لما سيدنا يوسف شاف في المنام اني ارى 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، لذلك سيدنا يعقوب يعني لما قالوا له يوسف قتل لا هو ما اقتنعش ولا صدق ان هو قتل. ليه؟ لانه عنده علم تاويل الاحاديث والرؤى، فهو عارف ان سيدنا يوسف هيبقى ليه شأن كبير بسبب الرؤية. وسيدنا يوسف طبعا لما كان في السجن واخناتون اللي هو الملك بتاع مصر ساعتها لما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، جاب الملأ كلهم وجاب الكهنة، محدش عرف يأول أي حاجة من الكلام دوت ولا ده إيه، ولا عرفوا تأويل الرؤى. لما جه سيدنا يوسف ربنا سبحانه وتعالى اداله العلم دوت، علم تأويل الرؤى، فلذلك طبعا يعني قال له إيه اللي هيحصل، وده علم لما بعد، يعني حاجة هتحصل بعد كده في الغيب.
ونرجع تاني لسيدنا موسى بكل علمه دوت. كان في مره ربيع كان بيلقي خطبه على بني اسرائيل، فقاموا قالوا له احنا عايزين، هل يعني مين اعلم اهل الارض؟ فسيدنا موسى رد وقال انا اعلم اهل الارض. فربنا سبحانه وتعالى طبعا يعني حب يعاتبه، لان طبعا العلم الكامل لربنا سبحانه وتعالى. فقال له اذهب عند ملتقى البحرين وهتلاقي رجل صالح من عبادنا اتيناه حكمه من عندنا. يعني في اعلم منك ومش نبي، اللي هو الرجل الصالح الخضر، وعارفين القصه بقى لما قال له انت مش هتقدر تمشي معايا وهكذا. فاذا ربيع العلم ده سبحان الله ربنا، سبحان الله، العلم ربنا بيديه، مش شرط الانبياء والمرسلين، ربنا بيديه لاي حد من عباده طالما هو ده ربنا شافه للصالح او لتوصيل رساله معينه لحد معين، زي ما عمل سيدنا الخضر مع سيدنا موسى. كمان في ظهر بعض النماذج في الفتره يعني من زمان والنهارده وبكره وبعده، اللي هم بيدعوا العلم هم في الاصل جهلاء. يعني كما قال الإمام سيدنا علي رضي الله عنه، قال إيه بقى؟ لو خاطبني ألف عالم لغلبته، ولو خاطبني جاهل واحد لغلبني. فقال يعني للمجتمعين، طب إزاي؟ كيف يا سيدنا علي إن أنت لو ألف عالم هتغلبه ولو جاهل واحد يغلبك؟ قال ألف عالم لو أنا يعني اظهرت لهم البرهان والدليل على الكلام هيقتنعوا، لكن الجاهل كلما ظهرت له برهان جادلني فيه ولم يصدق، هيقعد بقى ايه كل شويه يديني حاجه تانية، اجي له يمين يجي لي شمال. فده الجاهل دايما هيغلب، دايما دايما وابدا. وكما قال ايضا الامام الشافعي، قال ايه بقى؟ لو جادلني سيدنا علي، قال لو خاطبني الامام الشافعي، قال لو جادلني ألف عالم لغلبته، ولو جادلني جاهل واحد لغلبني. نفس القصة، العلماء هدلهم الدليل والبرهان خلاص هم اقتنعوا، لكن الجاهل دايما هيقعد يجادل ويرد، هو مش فاهم، جاهل، هو مدعي معرفة. وبالمناسبة صح يا ربيع، عشان ما نعديش الإمام الشافعي، فعلا كان في بعض المواقف كده حصل. كان الإمام الشافعي قاعد مع تلامذته وبيديهم درس، فدخل يعني دخل المكان اللي بيعملوا فيه يعني اللي بياخدوا فيه جلس العلم، فلقى واحد من تلامذته حد جديد، يعني حد ليه هيبه كده ووضع وقاعد ساكت. فالامام الشافعي كان متعود ان هو في المجلس دوت على طول بيمدد رجله قدام تلامذته، لان هو اكتر منهم علما وواخد عليهم وواخدين عليه كده. ففي هذا اليوم يعني تناه طول الجلسه قاعد وما مدتش رجله، لم يبسط رجله لغايه ما خلص اللي هو الموضوع الحديث والدرس. فقال لي اللي عنده سؤال يسال. فالشخص دوت قام سال، فبعد ما سال قال له الان قد ابسط رجلي، يعني انا دلوقتي بقى خد راحتي وابسط رجلي، لان كنت فاكرك ذو هيبه بس انت طلعت عادي. يعني لذلك في مقوله بتقول ايه؟ يهاب المرء حتى يتكلم او حتى يتحدث، فان تحدث بخير كان له وان تحدث بشر كان عليه. بمعنى يعني اللي بيتكلم باي كلام، كلامه خلاص او بي بي يعني كلام ملوش اساس من المعرفه ولا العلم، الناس ما بيبقاش في احترام مثلا، او في وقار، او في يعني او في رزينه في الكلام بتاعه. واللي بيتكلم بقى باحترام وبيتكلم بثقافه وبيتكلم بعلم دوت، الناس كلها طبعا ايه. كمان في قصه بقى للخليفه العباسي ابو جعفر المنصوري، كان نبيه جدا، وكان يعني هو كان نبيه وكان فاهم ان هو اذكى واحد ويقدر يحفظ اي حاجه بسرعه. يعني دايما لو قعدت قدامه مثلا قصيت له قصه او ايا كان، يعني تقولها له تبص تلاقيه يرد عليك تاني. فعمل ايه بقى؟ من كتر ما هو بيلقن الناس يعني ان هو اذكى واحد ويقدر يحفظ بسرعه، فالشعراء طبعا عمل بينهم حاجه زي ايه؟ زي يعني مسابقه او وضع قوانين لحاجه معينه كده يعني. فخلاص بدا الشعراء كل واحد يكتب الشعر بتاعه ويروح يلقيه على الخليفه العباسي ابو جعفر. ابو جعفر، فطبعا ايه كل شاعر يروح يقر عليه. بس هو اولا هو كان عنده صبي بيحفظ القصيده من مره تانية، يعني لو اتقالت قدامه مرتين يقولها لوحده، وجاريه بتحفظها من ثلاث مرات، يعني اتقالت قدامها ثلاث مرات هي تقولها تاني لوحدها. فطبعا راح له قعد احد الشعراء فقص عليه القصيده بتاعته. فطبعا من ذكائه، من ذكاء الخليفة، مجرد ما هو قالها
ردها وراه كلها مره واحده. فالراجل استغرب قال له انت عرفتها ازاي؟ يعني انت ازاي ده انا اللي كاتبها وانا اللي مالفها ومفيش حد اصلا عارفها بعدي ولا قبلي؟ قال له لا دي قديمه جدا وانا بس اللي عارفها. طب انا عندي غلام كمان هو تعرف. فنادى على فلان فجه من ورا الستاره كان مستخبي عشان يسمع. فجه فلان وقص نفس القصيده تاني من الاول من اول تاني. طبعا الراجل استغرب جدا، ما حاجه انت اللي مالفها وانت اللي كاتبها وانت اللي عاملها وانت اللي قايلها، ازاي الكلام ده؟ فرد قال له لا هو الغلام بس، ده في كمان جاريه عندي ممكن تقولها لك عادي جدا. ده كده خلاص يعني كده مش شاعر خالص. فجيت الجاريه قالت القصيده برضو من الاول تاني كلها كامله. الراجل استغرب، حتى بقوا يشكوا ان هم الشعر ده مش هم اللي عاملينه، ان الشعر ده اصلا موجود وهم تخيل في ذهنهم ان هم ايه جابوه بعد كده. خلصنا من ده. طبعا كذا شاعر يحصل معاه الموضوع ده لدرجه ان هو يقول لهم انتوا اصلا مش شعراء، يعني القن جواهم ان هم فعلا مش شعراء وهو اللي عارف كل حاجه. لحد ما جه الشاعر العظيم الاصمعي. الاصمعي ده يعني من هو عراقي. جه الاصمعي لقى الشعراء قاعدين مع بعض، طبعا يعني حزن بقى والدنيا مش كويسه، حزنانين على اللي هم فيه ان هم ايه ده احنا ما بنفهمش حاجه واحنا مش متعلمين واحنا ما بنعرفش اي حاجه. ففي ايه؟ قالوا له هقص له القصه ان الخليفه عامل كذا كذا كذا، واي قصيده نقولها هو عارفها مهما الفنا ومهما قلنا مجرد ما نقصها هو يقولها والغلام يقولها والجاريه تقولها. قال لهم لا كده في حاجه مش مظبوطه. الموضوع فيه خدعه. ها الموضوع فيه حاجه مش مظبوطه كده، انا هعرف انا ايه الموضوع. فبدأ عمل قصيده مشكله ومتلونه كده، هي مدح في الخليفه بس القصيده مشكله كده وملونه وفيها كذا حاجه داخله ببعضها كده بطريقه عربيه فصحى، بلغه عربيه فصحى صعبه جدا بتشكيلها بتقل اوزانها بكل كل حاجه. بدأ بقى طبعا ايه يجهزها وتنكر طبعا، لبس غريب كده وقبعه على حاجه قرنين كده او حاجه زي كده، ودخل بقى على الخليفه عشان ما حدش يعرفه. هو دخل متنكش ما حدش يعرفه. فلما دخل بقى عند الخليفه قبل هنكمل معاكم بس ناخد اتصال الاول. استاذه اسماء عبد الغني مقدمه برنامج بنت البلد، اهلا بيكم استاذه اسماء. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنا الفاضل والاعلامي الجميل استاذ ربيع واستاذ محمد، ربنا يخليك. اهلا وسهلا يا فندم، بشكرك جدا. اجمل برنامج بصراحه في الدنيا كلها، ربنا يوفقكم يا رب. ربنا يخليك يا استاذ اسماء والله. احنا زمايل طبعا، بس انا بصراحه يعني انا حابه البرنامج من زمان ومتابعاكم وبدعيلكم بجد، ربنا يوفقكم. ربنا يخليك يا استاذ اسماء، ده تفوق برضو لحضرتك برضو هناك بلدنا الحلوه من البرامج الممتازه برضو على قناه الصحه والجمال طبعا. ربنا يخليك يا رب، ربنا يوفقكم يا رب. بصراحه حلقه النهارده الموضوع بتاعها جميل، وده اللي خلاني عملت المداخله النهارده. ربنا يخليك. بصراحة يعني ان احنا نتكلم عن الجهل، الفرق بين الجهل والعلم، عايزين نعرف الناس برضو ان الجهل يعني مش الجهل ان انت ما تعرفش تقرا وتكتب، ولا ايه يا استاذ محمد؟ طبعا طبعا. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يجيد القراءه والكتابه، وهو علم البشريه علوم الدين وعلوم الدنيا. فعلا كلام جميل، وهو بصراحه موضوع جميل والناس محتاجاه الايام دي. وبصراحه انا بحييكم على اختياركم للموضوع، لانه هو فعلا الفتره اللي احنا فيها دي بقى في جهل، بقى في جهل في التعامل مع الناس، وفي جهل ان الانسان اصلا ده بيأثر على الانسان نفسه، بيأثر مش على الفرد لوحده، ده بيأثر على المجتمع بأكمله، وده اللي المفروض الناس تعرفه. ونعرف ان العلم مش نهايته شهاده، يعني الناس اللي بتجري وتقول لك انا بتعلم انا معايا مش عارف ايه، معايا شهاده مش عارف بكالوريوس ايه وخلصت على كده، لا، نهايه العلم مش نهايه شهاده هتتعلق على الحيطه. احنا عايزين ناس يكون عندها وعي وادراك ومعرفه. صحيح. والانسان برضه قد على المعرفه من اول خلق البشريه زي ما حضرتك نويت في اول الحلقه. تمام. بصراحه يعني انا بحييكم على اختيار الموضوع، مش عايزه اطول عليكم عشان وقت البرنامج انا عارفه ومجربه يعني. بنشكرك جدا يا استاذ اسماء، شرف لينا طبعا مداخله حضرتك يا فندم، وحاجه وشهاده اعتز بيها ان اعلاميه زي حضرتك متالقه تقول الكلام الحلو ده فينا، متشكرين قوي يا استاذ. بنشكرك جدا يا استاذ اسماء. احنا طبعا النهارده بنتكلم في موضوع الحلقه النهارده، الجاهل مش هو اللي مش متعلم، لا لا، مش بنتكلم على الشهادات، ياما ناس واخده شهادات وتعليم ولا بيفهموا اي حاجه، في ناس ما بيفهمش اي حاجه بيجادلوا وخلاص. فاحنا النهارده بنتكلم عن الجهل النفسي، يعني الجهل النفسي اللي جوه الناس، مش بنتكلم على تعليم او عدم تعليم.
خلينا نكمل بقى القصة الجميلة بتاعت أبو تمام. جعفر المنصوري. جاله طبعا الأصمعي عمل قلنا إيه؟ إن هو دخل المجلس حافي ولابس تنكر، هو يعني تنكر عشان عشان ما محدش يتعرفش. يعرفه. تمام. عمل إيه بقى؟ كتب قصيدة غريبة أوي وصعبة إن أي حد أصلا يعرف يقولها مرتين يعني، أو أي حد يسمعها أول مرة كده عايز حد يقعد يقول عليها كذا مرة. طبعا أنتم عايزين تسمعوا القصيدة اللي هي ما حدش فاهمها دي، فهنسمعها طبعا من محمد، هيقول لنا قالوا لنا القصيدة الجميلة دي، إن شاء الله. وأكمل معاكم برضو بقية القصة. قول لنا بقى محمد القصيدة هي القصيدة اسمها صوت سفير البلبلي. فهو طبعا جاب ألفاظ وجاب كلمات جديدة على الأذن، حتى شعراء ذات نفسهم ما عرفوش الكلمات دي جت إزاي، وموضوع متلوي. فطبعا لما دخل عند أبو جعفر المنصوري بيحسبه ان هو جاي متسول يعني بشكله اللي هو جاي بيه وحافي وكده، فقال له لا انا جاي عشان يعني اداله، قال له ادوله يعني احسان واصرفوه. فقال له انا جيت عشان المسابقه. قال له انت عارف المسابقه؟ قال له اخد وزن اللي انا كتبته عليه ذهبا لو كانت المنقولي، انما لو كانت يعني ان انا ناقلها من حد تاني ما اخدش. قال له طب قول. واسترخى بقى الخليفه وعارف بقى ان هو ايه. انت اتفضل. لسه ما في القصيده. لسه. هناخد مكالمه ماشي ونكمل. اتفضل. أستاذ عبد الوارث من المنوفية. ألو. ألو. السلام عليكم. أيوه. أستاذ عبد الوارث. ألو. أيوه سامعينك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أنتم منورين الشاشة والأستاذ محمد أنور. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم، ربنا يخليك. منورين بوجود حضرتك. والله منورين والبرنامج جميل بيكم. ربنا يخليك يا رب. احنا يخليك عايزين الشيخ يجي بقى عشان نستفسروا منه على حاجات حلوه زي الاستاذ محمد. الله يخليك يا استاذنا، ربنا يخليك. ان شاء الله حلقات جايه هنجيب الشيخ رجب الحداد باذن الله، عشان انا عارف ان هو في ناس كتيره جدا عايزه اسئله، وهنعمل الحلقه. انت منور يا ابن عم الشافي. انا عبد الوارث يوسف. ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. شكرا ليك طبعا. حد عارف يا رب. ربنا يخليك يا رب. ده انا اتشرفت، اتشرفت مكالمتك. نورتنا يا استاذ عبد الوارث، ونشكرك جدا على المداخله الجميله دي يا استاذ عبد الوارث، وشاكرين لحضرتك. نكمل بقى القصيده، الناس عايزه تعرف القصيده. هي القصيده اسمها صوت صفير البلبلي. فبيقول فيها ايه؟ صوت صفير البلبلي هيج قلب السمل، الماء والزهر مع لحظ زهر الموكلي. وانت يا سيد لي وسيدي ومولاي، فقم فقم تيملي غزيل عقيقلي. قطفته من فكم فكم غزي تيمني غزيل عقيقلي. قطفته من وجنتي من لسم ورد الخاجلي. فقال لا 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 وقد غدا مهرولي. والخوز مال الطرب من فعل هذا الرجل. فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي. فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا انها ردت بالنقل. وفتية سقونني قهوة كالعسل لي. شممتها بأنافي أزكى من القرنفل. في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي. والعود دندندن لي والطبل طب طب طاب إلي. طب طاب 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 إلي. والسقف صقصق ساف لي. والرقص قد طاب إلي. والسقف قد ساف إلي. شوى شوى وشاهش على ورق سفرجلي. وغرد القمري يصيح ملل في مللي. ولا تراني راكبا على حمار أهزلي. يمشي على سلاسة كمشية العرنجلي. والناس ترجم جاملي في السوق بالكلل. والكل كعكع كعيكع خلفي ومن حويللي. لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي. إلى لقاء ملك معظم مبجل. يأمرني بخلعة حمراء كالدمدملي. أجر فيها ماشيا مبغددا للزيالي. أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي. نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبلي. أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي. بس كده. أنا ممكن أقول لك عدد قصيدة. طب قول لي كده. الخليفة حبي يعني راجع ذاكرته ولا تفضلي ولا لا لا لي ولا ده هي اصلا لازم انت تسمعها اكثر من مره عشان تعرف تقراها، لان هي متلاويه المواضيع والقطع قطع. انت اصلا قطعت فصلك كلها مش هنت. نبدا بقى الاول كده طبعا المعرفه بقى ربيع. المعرفه ما وقفتش على كده، ان هو جاب حاجه مختلفه ان هو ما يحفظهاش. تمام. فالمهم طبعا الخليفه قال له انت سمعتها قبل كده امير المؤمنين؟ قال له لا والله ما سمعتها قبل كده. طب نادي الغلام؟
قالوا لا ما سمعتهاش. طب الجارية ما سمعتهاش، وقف بقى على كده. ايه اللي حصل بقى؟ هنكملها بس هل في معانا اتصال ولا لا؟ ماشي. معانا الاستاذ محمد من البحيره. الو. ايوه السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش هطول على حضرتك، والله هقول كلمتين اتنين بس كده، مش هطول. اتفضل. احنا بنقول للرئيس السيسي من تفوق لتفوق اكتر ان شاء الله، ونتجمع الخاينين دولت. اظن النهارده الرساله وصلت. تمام. والجمعه الجايه كمان ان شاء الله في المؤتمر بقى بتاع اكتوبر بقى، نصر اكتوبر ان شاء الله. نشكرك جدا استاذ محمد، وشرفتنا بالمداخله الجميله دي. خلينا بقى نكمل بقى ال طمطمطمالي طمطمالي والحاجات دي. احنا طبعا عايزين نقول بقى دستور الموضوع بقى، ان هو كان عامل ان القصيده اللي هو ما يعرفش يقولها تاني بيوزنها ويدي تقولها ذهب لصاحبها، تمام كده؟ المهم الراجل قال عليه القصيده طبعا ان هو مش فاهم حاجه. احنا الهدف من الموضوع ان احنا عايزين نقول لكم ان مش كل واحد بيفكر نفسه ان هو عالم وفاهم كل حاجه طبعا فعلا. زي ما قلنا في اول الحلقه، فمفيش الكلام ده. فطبعا خلص القصيده اللي الخليفه مش فاهم اي حاجه، فقال له خلاص هات بقى الورقه بتاعتك اما نوزنها عشان تاخد ذهب. الاصمعي كان عامل ايه بقى؟ جاب حماره، وجاب الحمار بتاعه رخامه كبيره جدا ما يشيلهاش غير اربعه، ما يقدرش يشيل الرخامه دي غير اربع اشخاص لانها تقيله جدا. فقال له ايه ده يا عم انت جايب رخامه؟ قال له انا ما انت ما مش محدد في القوانين بتاعتك او الشروط بتاعتك ان القصيده تتكتب على ورقه او على ايه. فانا الرخامه دي اصلا انا وارثها عن والدي وكده، وكتبت عليها القصيده وجايبها. وزن الرخامه لقوا وزنها اتقل من وزن الذهب اللي عند الخليفه، يعني هي اصلا الرخامه الذهب اللي عند الخليفه مش هيكفي وزن الرخامه دي. فمن هنا بدا الخليفه طبعا يعني يستسمحه، او ان هو مثلا يرجع في قراره، او ان هو يعني يتغاضى عن الموضوع، لان طبعا زمان كانت الكلمه كلمه، مفيش حاجه اسمها طبعا. وفضى ما فضى الخزائن كلها. تمام. وبعد كده طبعا جه يستسمحوه بتاع، فقال له خلاص انا عندي شرط واحد عشان خاطر ان انا ما اخدش الذهب ده يفضل زي ما هو، ان انت يبقى الشعراء اللي جولك لهم حق، ان انت تعترف بالقصايد بتاعتهم وترجع على اللي انت عملته، وخلاص تتاسف لهم على اللي حصل، ان ده مش علم عندك زياده، او ان انت عالم عنهم او الكلام ده. فطبعا وافق. حق الادب والفكر. حق الادب والفكر طبعا وافق، وخلاص الدهب زي ما هو والرخامه رجعت تاني ولحوا. الشاهد طبعا من القصه دي، احنا يعني مش قصه، ان هو ابو جعفر منصوري كان فاكر ان هو اعلم اهل الارض في وقته، وهو عمل حيله ما حدش يوصل لها وما حدش يعرف يتعداها. فسبحان الله جه الاعلم منه هو الاصمعي، عمل قصيده ما عرفش يحفظ منها حتى بيتين على بعضهم، وكلها كلمات مرتبه وكلمات ليها وضعها وكلها في مدحه، يعني صوت صفير البلبل هيج قلبي السملي، يعني لما سمع صوت البلبل قلبه طار وخفض منه، وهكذا الى اخر القصيده. هل يتوقف المعرفه على كده؟ على كده لا، اكتر من كده راح قال له انا ورثت عمود رخام عن ابي لا يحمله الا اربعه من الجنود، عندي على الحمار بره هاته. يعني الفكر هو عارف ان في قصه وفي موضوع، وان هو بيتحايل عشان يعني ايه يعمل مسابقه او يعمل يرقى بالشعراء، ولكن الاصمعي خلاها حرم. هو حب يكشفه فهو بيعمله ده، فحب يعمل يعني بص الفكر ان هو ما عملش قصيده بس، لا ده عمل قصيده وراح عامل كمان جايبها كاتبها على رخام اتقل حاجه موجوده عشان تفضي له خالص. لا طبعا ده ذكاء وعلم يعني. سبحان الله. عندنا ضغط مكالمات النهارده بقى. اتفضل. معانا استاذه فاطمه من اسيوط. الو. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك يا فندم، سامعينك، اتفضلي. الو. خط قطع. احنا حظنا وحش ان الخط قطع. حضرتك راجع الاتصال تاني وان شاء الله معلش لو في ضغط على التليفونات كتير يعني. فهو الشاهد ان هو مهما عليت في العلم والثقافه فانت في اعلم منك. صحيح. وما اوتيته من العلم الا قليل. اي حد بيوصل لدرجه علميه او درجه في او مكانه او اي وضع هو خده في الاعلى منه وفي الافضل منه في مكان تاني وهكذا. صحيح. زائد ان اللي يعني انا عايز اقول بس كلمتين كده للناس اللي بيسمعونا، انت مهما اتعلمت
ومهما عليت ومهما جبت فلوس ومهما وصلت لاعلى الدرجات، فحضرتك بتعمل ده لنفسك انت مش بتعمله للناس. فلازم يبقى علاقتك بينك وبين الناس تواضع لابعد الحدود. انما حضرتك ما بتتعلمش عشاني، ولا بتتعلم عشان ربيع، ولا بتتعلم عشان حد تاني، انت بتتعلم لنفسك انت ولذاتك وبتعلى لنفسك انت. فالمفروض يبقى تعاملك مع الناس بكل تواضع وكل ادب وكل احترام، ولا انت طبعا شايف؟ طبعا لازم كل واحد يبقى عنده الحته دي، اهم حاجه ان هو يتواضع، لان لا يتواضع الا الكبير. طبعا لازم التعامل مع الناس بقدر علمك مهم جدا، لكن لو جاهل ومعاك مال الدنيا كله طبعا والله ولا يسوى اي حاجه خالص، لان انت طريقه تعاملك مع الناس او الناس هتشوفه منك جاهل بس معاه فلوس، صح، ما بيفهمش اي حاجه. خلينا بقى نرجع بقى لقصه طريفه جميله كده بقى. قصه جحا والحكماء الثلاثه. طبعا في يوم من الايام حضر ثلاثه حكماء الى السلطان، فقالوا له عايزين يعني اذكى واحد عندك في المدينه، قال لنا اذكى واحد في المدينه عشان هنسال اسئله صعبه مش اي حد هيقدر يجاوب عليها يعني. فطبعا السلطان كان في دماغه ان جحا ده اذكى واحد في المدينه، فقال انا اجيب جحا. تمام، فبعت يجيب جحا. طبعا جحا طبعا لبس اشيك حاجه عنده وتهندم كده وظبط نفسه وركب حماره وحط برفانات، ولا كانش لا ما كانش ما اعرفش حاجات البرفانات دي دلوقتي. فطبعا ركب حماره بعد ما ظبط نفسه ولبس انضف حاجه، كانش لبس لبس ده جحا. انتوا عارفين ان جحا طبعا في قصصه وحكاياته اللبس بتاعه كله كان يعني مش مهندم، يعني كان اي كلام كده ومقطع، يا حياته كانت كده. المهم جحا لما عرف ان السلطان عايزه عشان خاطر فيه حكماء هيسالوه اسئله صعبه، لبس بقى لبس الايه؟ الحكماء. لبس وظبط نفسه، لبس العمه بتاعت الحكماء. شيك وتأنتك يعني. شيك وتأنتك وظبط. اللغه العربيه بتاعتنا دي، اللغه اللي تأنتك على زي كده 10 بالبلدي كده. وراح بقى. تأنتك لبس حتى على الحبل يعني. فالمهم راح للسلطان. ففي ثلاث حكماء كانوا هم كانوا بيتغدوا طبعا، السلطان عازمهم على الغدا. فالمهم خلصوا غدا، فقالوا لجحا ايه؟ هنسألك يعني أول واحد، هم ثلاثة. أول واحد سأله سؤال بيقول له إيه بقى؟ طبعا جحا جاب الحوار بتاعه وركن خلاص. بيقول له أين يقع مركز الكرة الأرضية بالنسبة للعالم؟ يعني فين المركز الكرة الأرضية اللي العالم كله بيعتمد عليه، أو هو ده المكان يعني؟ رد جحا قال لهم إيه؟ تحت قدم حماري اليسرى الخلفية. طبعا إيه يا عم ده؟ إزاي يعني إزاي يا عم الكلام ده؟ إزاي الكلام ده؟ قال له والله لو مش مصدقني احفر تحت قدم الحمار وانت تلاقيه الاتحاد تحته هتلاقي مركز الكره الارضيه. قال له ازاي الكلام ده؟ قال له والله احفر ان ما لقيتش مركز الكره الارضيه يبقى انا كداب. طبعا ما حدش فيهم رد عليه. فالتاني بيساله يقول له ايه؟ بيقول له كم عدد النجوم في السماء يا جحا؟ كم نجمه في السماء؟ قال له عدد النجوم في السماء قد عدد شعر حماري. قال له ايه؟ قال له عد الشعر بتاع الحمار بتاعي. لو عرفت تعد الشعر هتعد النجوم. عد الشعر بتاع الحمار بتاعي وانت تعرف عدد النجوم. طبعا حاجه صعبه، هو حد يعرف يعد شعر طبعا الحمار؟ فسكت. التالت بقى قال له يا جحا اسالك سؤال فيا انا بقى، يعني علي انا، كم عدد شعر راسي؟ يعني راسي فيها كم شعره؟ قال له عدد شعر راسك عدد شعر زي لحمار. قال له عدد الشعرات اللي في دير الحمار هي. قال طب ازاي الكلام ده؟ قال له والله شيل واحده من راسك وشيل واحده من الحمار، يعني شيل واحده من واحده من واحده لحد ما تخلص الاثنين. لو واحده خلصت الاول يبقى انا كذاب، لكن لو اثنين قد بعض يبقى انا صادق. طبعا والله يعني اجابات منطقيه جدا. فطبعا ما حدش هيرد عليه، فهو اذكى منهم في طبعا. قالوا له يا جحا يعني انت ذكي جدا ونبيه وما بتتاخرش في الاجابه، يعني مجرد ما اسالك السؤال انت بتجاوب على طول، طب انت يعني الذكاء ده جبته منين؟ قال لهم والله الاسئله اللي عندما تكون هناك اسئله غير منطقيه ليس لها اجابات تكون الاجابه عليها بهذه الطريقه. وطبعا هم اتعلموا طبعا من جحا في المواقف دي، ما انت عامل نفسك ان انت عالم برضه، نرجع برضه لنفس القصه، واحسن واحد وفاهم الدنيا وفاهم كل حاجه، وفي الاخر تلاقي نفسك في اللي فاهم عنك وانت ولا اي حاجه. راجعوا نفسكم كويس جدا، ويعني واعرفوا العلم اللي عندكم مش التعليم، العلم مش علم تعليم يا جماعه، ولا علم ثقافه حياه، علم ثقافه حياه وعلم معرفه،
وفي مقولة شعرية للشاعر عمر خيام بيقول ايه: صاحب من الناس كبار العقول، واترك الجهالة أهل الفضول، واشرب نقيع السم من عاقل، واسكب على الأرض دواء الجهول. يعني إذا لو العاقل جاب لك سم اشربه، لأن هو عاقل، السم ده أكيد فيه دواء. ولو الجاهل جاب لك الدواء ما تاخدوش، اسكبه على الأرض. خلينا بقى نطلع فاصل كده صغير، فاصل قصير كده، ونرجع نكمل بقى باقي الحلقة بتاعتنا الجميلة دي. فاصل ونواصل. يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والكرم. دايما هنفضل دايما نقول ونعيد ونزيد ان العلم اهم شيء. طبعا العلم الشهادات ده مهم جدا طبعا، ان انا اطور من نفسي، وانا مش هبقى علم كده طبعا، بس انا بنتكلم على علم الحياه. فعلا ربيع، تجارب الحياه، ولا يا محمد؟ فعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك اطلب العلم من المهدي الى اللحد. العلم ده هو علوم الحياه كلها، مش علم اللي هو القراءه والكتابه. طبعا مطلوب القراءه والكتابه، ولكن في بعض الاوقات طبعًا الواحد بيقابل ويصادف ناس يعني ما دخلوش مدارس ولا يجيدوا القراءه والكتابه، وبصراحه احنا بنتعلم منهم حاجات كتيره جدا، ونماذج ديت ناس كتيره جدا اتعلمت منها حاجات كتيره جدا. ونرجع تاني برضو للعلم والمعرفه، في قصه برضو سيدنا سليمان عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى بقى اداله علم. يعني هو دعا ان هو يعني ما حدش ياخد العلم ده من بعد سيدنا سليمان، الا وهو منطق الطير والحيوانات وتسخير الجن. وطبعا عارفين بقى قصه سيدنا سليمان لما كان مسخر الجن، وطبعا النمل، لما النمله: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، لما سمع النمل وتبسم ضاحكا. سبحان الله، ربنا كان مديله علم طبعًا كبير جدا، سبحان الله. منطقه والهدهد لما راح وتفاجأ كتير، وتفاجأ بان يعني ملكه سبأ، وغيره وغيره طبعا من المواقف. و طبعا كمان بقى طبعا انت عارف المداخلات الهاتفيه بقى اللي بتجينا وكده. سعيد معانا الاستاذه فاطمه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك يا فندم، سامعينك. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا فندم، يا رب يخليك. الحلقه جميله جدا جدا يا رب. ربنا يخليك يا فندم. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام يا فندم، الحمد لله. انا فاطمه بنت عمتك. اهلا وسهلا يا فندم، شرفنا طبعا. كلها بقى اتصل عامل تنيك. ده شرف لينا طبعا ان انا اسمع صوتكم. يا رب يرزقكم كده في احسن حال. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، ربنا يخليك. شرف لينا طبعا، بشكرك جدا. واتمنى ان احنا نكون بنقدم محتوى بيعجبكم يعني ان شاء الله، ونكون خفاف عليكم كده باذن الله. حاجة. نشكرك جدا استاذه فاطمه على الاتصال الجميل ده، طبعا من العيله المالكه يعني، فلازم نشكرك جدا. فضل تعالى صله الرحم برضو. طبعا طبعا، حاجات مهمه جدا دي برضو، صله الرحم طبعا مهمه جدا دي، من ضمن برضو حاجه تشرفني طبعا العيله اللي انا بنتمي ليها، وابناء عمامي وكل اخواتي واصدقائي، وطبعا انت ربيع وكل الناس اللي في مصر طبعا. ربنا يديم عليكم الصحه والعافيه كده ان شاء الله، وتبقى في رباط مع بعض كده. صله الرحم مهمه جدا. بس المداخلات دي ننوه ان هي بالصدفه والله، يعني احنا بالصدفه يا جماعه والله. طب كمان بقى احنا يعني عايزين بقى يعني ان مستنيين مداخلاتكم ان شاء الله معانا في البرنامج، ينزل على عشان لو حد عنده سؤال في اي حاجه، او حد عايز يقول اي حاجه برضو، واحنا بندردش كده على موضوع الحلقه طبعا، موضوع العلم. احنا في برضه كمان مداخلة؟ مداخلة. شوف بطل. ومعنا الأستاذ وائل. ألو؟ لا ابعد ابعد بس عن التلفزيون عشان أسمعك كويس. أو وطي التلفزيون يعني. الله يخليك يا باشا، ازيك يا أستاذ ربيع؟ أهلا بيك. ازيك يا أستاذ محمد؟ أهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا. والله النهارده الموضوع جميل جدا، وربنا يوفقكم يا رب. وعايزين نتكلم برضه على المواضيع يعني الوالدين. مواضيع ايه؟ يعني نتكلم شويه على الوالدين. الوالدين. طبعا طبعا، ما احنا لسه بنقول صله الرحم دي برضه، هنكمل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ربنا اقترن اسمه سبحانه وتعالى برضا الوالدين. طبعا يا استاذ وائل، طبعا معاك ان شاء الله نتكلم فيها. وشرفتنا يا استاذ وائل بالاتصال. في اي اسئله ثانيه يا استاذ وائل او اي اقتراحات؟ شكرا يا استاذ وائل، ان شاء الله هنعمل. وعايز يقول ان احنا بنتكلم عن عن المعرفه والجهل يعني. فعلا فعلا، واتكلمنا في صله الارحام. الارحام يمكن هو افتكر بها الموضوع ده، وده موضوع مهم جدا يا جماعه، الوالدين. واحنا فعلا على فكره برضو الجهل الابناء تجاه التعامل مع الاباء ده برضو
من باب الجهل. أوه. احنا نتكلم بقى فعلا، لان انا بشوف الابناء مع يعني هم جهلاء بناحيه الدين، ان الاب والام ايه هم وضعهم في دينيا، وهم بيطلعوا ان هم واخدين موقف من الاب او من الام، وبيحصل مشاكل وبيحصل تجاوز في حاجات كتيره جدا، يعني مواقف وحاجات، وربنا يعني ربنا يصلح الحال كده، والابناء تعرف ان ما فيش حد على وجه الدنيا على وجه الارض بيخاف عليهم وعايزهم يبقى افضل ناس في الدنيا غير الاب والام. تمام. كمان يعني الابناء بيقلدوا الاباء في كل حاجه. احنا يعني برضو دايما انت لو انت حضرتك الاب يعني بيروح يزور والده ووالدته بيطمن عليهم، اكيد ابنه يعني هيشوفه بيعمل كده فهيعمل زيه معاه، يعني كما تدين وتدان. دايما هنشوف طبعا بالمناسبه احكي لك قصه عن الاب والام. اتفضل. كان في واحد يعني ولد يعني زي ما يقول فاسد، كان بيضرب ابوه وكان يعني بيعمل معاه اشنع الامور اللي في الدنيا. لغايه ما جه في مره طلعت في دماغه وقال له تعالى، خد والده وكتفه وطلع بيه الصحراء وقال له لازم اموتك يا ابني، ما ينفعش يا ابني، انا ابوك، ما فيش الكلام ده، هو ما بيعملوش حاجه. فلما جه بقى وقت القتل قال له طب انا اطلب منك طلب، قال له ايه؟ قال له تموتني عند الصخره اللي هناك دي. فقال له انت قلت ليه؟ اشمعنى؟ هو انت هتفرق معاك موت هنا او هنا؟ قال له عشان انا موت جدك اللي هو ابوه على نفس الصخره. فمن عمل يعمل، بالذات في قصه الاب والام ده، خدوا بالكم الموضوع دوت سبحان الله، لازم تشوفه في الدنيا قبل الاخره، يعني عقابه بيحصل في الدنيا قبل الاخره. طبعا طبعا طبعا، ده عقاب الظلم كمان بالذات يا محمد، اللي بيظلم حد ربنا ما بيعدهوش، ما بيستناش الاخره، لازم نشوف في الدنيا. بالذات الاب والام يعاقب في الدنيا قبل الموت، لازم يعاقب في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى. يعني ده لازم موضوع عقاب الظالم في الدنيا قبل الموت، لان الظالم ده اخذ حق ناس وظلم ناس وافترى على ناس، فمش معقول ربنا يعني هيسيبه كده. عايزين فعلا عايزين نخش بقى في موضوع صعب فعلا، الاباء والابناء. هل التكنولوجيا انا ما بقولش التكنولوجيا علم وكل حاجه كويسه والتقدم اللي احنا فيه، بس احنا بنستخدمها غلط. بس احنا غلط. وصلنا لمرحله التفتت الاسري، ما بقاش في اب بيعرف يتكلم مع ابنه او ابن يتكلم مع ابنه. خلينا كمان قبل ما نتكلم في موضوع موضوع جميل جدا. طبعا، لان ده برضو جهل، ده جهل. الاتصال الاول اللي جاينا ده وبعدين نبقى نتكلم، ده جميل ماشي. جدا الموضوع ده. انا مساعدنا الاتصالات معانا الاستاذ نبيل من المنيا. الو، اهلا استاذ محمد وقناة المسرحة والجمال، وحييك وحيي ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ نبيل، ده شرف لينا يا فندم وشرف لينا. يا رب يخليك، يا رب يخليك. ما عنديش الموضوع لدي يا شيخ، وممكن افردها من خلال برنامجكم. اتفضل، بس بنسمع حضرتك، تعلي صوتك بس عشان الصوت بيقطع. بس استاذ ربيع وكلنا اسئله صغيره، اتفضل يا فندم. ايوه، لدي شكوى تخص خدمه الصرف عندنا في الحاره. اتفضل. نحن اهالي حاره في منطقه الحاره رقم 6 نعاني من عدم صرف الصحي. فين يا فندم؟ فين؟ في ملاوي، حاره منطقه الحاره الوحيده في ملاوي الاستاذ الفاضل، لم يكنها خدمه الصرف الصحي منذ 2016. وهي الكره الكره المجاوره لحضراتكم فيها صرف صحي ولا لسه برضه؟ احنا في البندر حضرتك، احنا في مركز ملاوي من البندر معنوي. يعني البندر ولسه الصرف الصحي؟ المركز نفسه ولسه ما وصلش. مركز ملاوي نفسه؟ كل مركز ملاوي يا فندم، خليك بس، كل مركز ملاوي كمركز كمدينه يعني ما فيهوش صرف صحي، ولا المنطقه اللي انتوا؟ انا من المدينه حضرتك. ايوه، المدينه كلها ما فيهاش صرف صحي، ولا المكان اللي حضرتك فيه بس هو اللي فيها صرف صحي؟ كل الشوارع فيها الحاره، ونحن اكثر من كده. ايوه، اسمع الحاره، اسمع. اسمع الحاره، اسمع. انت بقى عندك ميزانيه صرف صحي بالمنيا. حاضر. هو الحاره اسمها ايه طيب؟ معلش تاني عشان الحارة رقم 6. حارة ايه؟ لا مش صوت، مش حارة الباسط. الباسط. الباسط رقم 6. هو موضوع حضرتك مش في الحلقة بتاعتنا النهاردة، بس احنا ان شاء الله هنحاول نتواصل ان شاء الله مع المسؤولين، لان حضرتك فاجئتنا طبعا في الحلقة مش في الموضوع المشاكل. ان شاء الله نتواصل مع المسؤولين ونقدر نوصل لحل ان شاء الله. وباذن الله هتتحل ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا على المداخلة الجميلة دي. طبعا مشاكل الناس ما بتنتهيش زي ما انت عارف يا محمد، ودايما بنحدد احنا حلقات. بنناشد بقى المسؤولين، يعني يا ريت. انا شايف في يعني محافظين، وفي بعض المحافظين بصراحه بيعملوا مجهود كتير وشغالين كويس جدا، وفي خدمات، وبصراحه بنزل بعض المحافظات
بحس ان احنا في اوروبا، بس في بعض المحافظات التانية عايزينها برضو تشتغل بنفس الكفاءة ونفس طبعا النشيط اللي بيجي، اي حد نشيط يعني بيجي يروح مكان طالما هو نشيط وبيراعي ضميره. فعلا على فكرة يعني ما كل الناس دي لو كل واحد راعى ضميره في اللي بيعمله صح واتقن عمله مظبوط اشتغل هننجح، كلنا هننجح. لازم نشتغل، اشتغل عملي، الشغل عملي. لو كلنا اشتغلنا ما يبقاش اعمال كتابيه. اعمال كتابيه دي يعني انا نفسي في يوم من الايام ان يبقى فيه يعني مثلا يبقى فيه المحافظ دوت في تحتيه اتنين، واحد اعمال كتابيه وواحد اعمال عملي، ينزل ويشوف وما يقعدش حاجه اسمها مكتب، يبقى شغله ان هو يلف ويمشي ويروح ويعمل كده. دوت هنوصل لمرحله كويسه وهنوصل للشغل، لان طول ما انت حضرتك قاعد في المكتب في ناس كتير، احنا كمصريين بيحصل فيه تقاعس كتير في الشغل. مش المحافظ بس والله يا محمد، ما انا بقول لك اهو، بس هو لما يبقى حد كبير ويعمل رقابه على الموظفين والكلام ده، الموضوع هيمشي ان شاء الله والدنيا هتبقى مصر احلى بلد في الدنيا وبلدنا حلوه. طبعا لو كل مدير مسؤول او كل مسؤول في المكان يعني شاف شغله كويس وراعى ضميره وراقب الناس اللي تحت منه ده اشتغل عملي، بس اشتغل عملي، اشتغل اشتغل، بلاش الروتينات والعمل الكتابي، يراقب الناس اللي تحت منه ويشوفهم ويديهم التعليمات ويراقب التعليمات ويشوفوا بتنفذ صح ولا لا. النهارده المواطن برضو النهارده طالما دخلنا في حته المشاكل اللي انا بره الحلقه خالص بقى هنرجع تاني، هنرجع تاني موضوع حلقتنا، بس برضو عشان الناس بتبعت لنا وقت الحلقه. وقت الحلقه كمان يا محمد، يعني انا عايز اقول للناس ان نفسي نقعد معاكم كتير جدا جدا جدا، بس خلاص فاضل لنا حوالي 5 دقايق كده ولا حاجه مع بعض. الوقت الجري انا حاسس ان احنا لسه يعني. طيب اخر حته بقى، يعني احنا هنعمل حلقات ان شاء الله بالنسبه لمشاكل الناس وكده، الجهل ده بقى ويوصل لتواصل اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي. معلش اللي انا بشوفه على التيك توك دوت ما ينفعش ما يصحش ان هو يطلع في بلد زي واليوتيوب التيك توك واليوتيوب والتيك توك بقى بس التيك توك ده عدى طريقه مراحل، لانه حاجه سهله جدا وفي لحظه. وانا شايف ان انت اي ولد او بنت تديله نت بدون رقابه الموضوع بيخرج عن السيطره. وعلى فكره الموضوع مش كمان للاولاد الصغيرين، انا بشوف ناس بعد ما عندها ال 40 وعندها ال 50 بصراحه ما يصحش ان انتوا بتعملوه ده، ما يصحش ان انتوا تسوا سمعتنا بالكلام ده. انت مبسوط من نفسك، سجل بينك وبين نفسك وخلع الكمبيوتر الشخصي. مازال اصل هم النهارده عارفين ان اي فيديو او اي حاجه بيعملوها بتعمل نسبه مشاهده بياخدوا عليها فلوس. فطبعا يعني خلينا نرجع فاكر الواقع بتاع الراجل، الجهل بيزيد شويه، الراجل الكبير اللي مجموعه من الشباب 3 شباب صغيرين زقوا في الترعه عشان يجيب مشاهدات حاجه مشكله، وغيره ده ما دي من ضمن الاخلاق، مش اخلاق هو بيعمل كويس. ما فيش تربيه. هو في ناس فعلا تم القبض عليها، مش عارف زي مش عارف مين، هانم وغيره اسامي انا ما ينفعش ان انا اقولها، لان انا بصراحه انا حاسس انا بحاول اخليهم بره مصر، دولت مش مصريين. حتى لو حد بيكلمني بره لا اقول له لا الاشكال دي مش تبعنا، احنا مصريين، في ناس مننا محترمين وفي ناس اعلى قمه في العلم والثقافه وغيره. صحيح يا محمد، الوقت جري، الوقت مش عارف اقول لك ايه، الوقت جري جدا كده عشان بس يعني خلاص احنا قربنا، بس في الاخر احنا عايزين برضو يعني ندي كلمه كده للناس يا محمد، تدي كلمه كده حلوه للناس، ان احنا في موضوع الحلقه النهارده كان هدفنا منها موضوع الاخلاق. احنا موضوعنا النهارده موضوع العلم والثقافه والمعرفه، ونبعد عن الجهل والعنطزه، وانا ابن كذا وانا مش عارف انت ابن مين وانا مين انا معايا ايه. لا حضرتك لنفسك ولكيانك ولعيالك ولبيتك، انت مش بتتعلم عشان خاطر الناس الثانيه او بتعلى مكانيا عشان خاطر الناس الثانيه، لا انت حضرتك لنفسك. فياريت تتعامل مع الناس تتعامل بقدر ان انت في اعلى منك، ربنا سبحانه وتعالى قال كده، ربنا اختص بذاته العلم الكامل لنفسه، مفيش حد على وجه الارض كامل في العلم بالذات، ربنا سبحانه وتعالى اختص حتى الانبياء ذات نفسهم، سيدنا محمد خد بعض العلم دوت، سيدنا موسى خد بعض العلم، سيدنا عيسى عليهم السلام جميعا، كل نبي كان بياخد علم من ربنا سبحانه وتعالى. وانت لازم ننصح بقى الناس بقى، ننصح بقى، ما احنا بنقول اهو يعني نحاول مهما عليت في العلم ومهما عليت فانت لسه بتتعلم ولسه هتتعلم. والناس اللي هي معلش يعني ما حصلهاش نصيب او ما حصلهاش ما خدتش وقتها او في ظروف ان هي ما تتعلمش تعليم قراءه او كتابه، انت حضرتك مش اقل من واحد عالم. انت لو انت شغال صناعي وعالم في الصنعه دي هتبقى افضل من افضل عالم طبعا. وانا اقول لكم كمان يعني فما تحاولش نتباهى بالجهل، ما نحاولش نتباهى بالاشكال اللي بتطلع على التيك شو وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب. والله بشوف مشاكل، بشوف حاجات، والله انا ما بطيقش ان انا اكمل الكلام دوت. طيب وخالتي ام فلان معلش يا محمد، وقت حلقتنا يعني اللي كانت طيب. طول جدا، وبنقول لكم كمان يعني مشاهدينا الكرام يعني عايزكم تهتموا ببعض وتحبوا بعض
ويعني تساعدوا بعض على قد ما تقدروا. كل دي حاجات من ضمن الاخلاق والمعرفه والحاجات الجميله اللي كنا فيها النهارده. رب يكون في دماغكم النهارده ويقدرنا نوصل لكم معلومه برنامجنا النهارده اللي هو المعرفه والجهل. ويعني بشكر كل المداخلات اللي جات لنا النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.